حدثنا حجاج حدثنا شيبان حدثنا منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم قال وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق. حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن سلمة بن نعيم وكان من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة وإن زنى وإن سرق.